السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متابعي الكرام، مرحبا بكم في قناتي، واتمنى ان شاء الله ان يدخل عليكم هذا الشهر المبارك الكريم بصحة وسلام. فموضوع اليوم يا احبائي هو موضوع الاستعداد للامتحانات خلال شهر رمضان الكريم. إليكم افضل قائمة للدراسة في رمضان، لكن قبل بدء في هذه القائمة لا تنسوا الضغط على زر الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد. اولا، عندما تأكل كل بشكل جيد. سنبدأ بهذه النصيحة كونها اهم نصيحة يمكن ان تحصل عليها اذا كنت ترغب في الدراسة والتحضير في شهر رمضان. نتناول في شهر رمضان وجبتين أساسيتين، السحور والإفطار. تعتبر وجبة الإفطار أهم وجبة لأنها الفرصة الأولى التي يمكن أن تأكل فيها بعد جوع طوال اليوم. قد تشعر في هذه الظروف برغبة مليحة في تناول الأطعمة المقلية والدسمنة، لكن انتبه لذلك، فقيامك بهذا الأمر سيجعلك تشعر بالتعب والكسل، مما يؤدي إلى نتائج سلبية في عملية تنظيم الوقت خلال شهر رمضان. إذن اختر أطعمة تحسن بها طاقة دماغك وتساعدك بالدراسة بدلا من أن تشعر بالتعب. لما لا تجرب تناول الخضر الورقية الداكنة مثل السبانخ والبروكلي الغنية بفيتامين ك، وكذلك الفيتامينات الأساسية بيستا وبيتناش التي تحسن تركيزك وطاقتك. لما لا تناول كأس من الشاي الأخضر بعد الإفطار بدلا من القهوة؟ يعتبر الكافيين موجودا في القهوة مفيدا، لكن أثره لا يستمر إلا لفترة قصيرة، لذلك بحاجة إلى الشاي الأخضر الذي يعد بديلا ممتازا بالكافيين، بالإضافة إلى مضادات الأكسدة التي تحسن تركيزك لفترة أطول وتمكنك في الدراسة في شهر رمضان. تأكد أيضا أنك قمت بتعويض السوائل التي يحتاج إليها جسمك وعقلك بشكل جيد. تذكر أن شربك لمياه أكثر خلال فترة الإفطار تعني أنك ستشعر بحالة أفضل في اليوم التالي بينما تصوم. ثانيا، غير نظامك اليومي في الدراسة لتتمكن في تنظيم وقتك في شهر رمضان. يجب عليك أن تغير الأوقات والطرق التي تدرس فيها خلال شهر رمضان الكريم. مع تغيير نظامك اليومي يعد وقت النهار فرصة ثمينة لتتمكن فيها من تعويض ما ينقصك من ساعة النوم بينما تشتغل بين الإفطار والسحور لتدرس في هذا الشهر بينما تشعر بجوع أقل. لا توجد إجابة صحيحة للطريقة التي يجب عليك فيها تقسيم يومك وتنظيم وقتك. قد تمتلك مسؤوليات أخرى يجب عليك الاهتمام بها، لكن تذكر أنه عليك أن تتجنب القيام بما يفوق استطاعتك بينما تصوم خلال النهار، حيث يكون جسدك من أكبر الضغوطات. ثالثا، لا تنهك نفسك، خذ فترة كافية من الراحة. لا يستطيع أحد الدراسة لساعات طويلة دفعة واحدة في الأيام العادية من السنة، لذلك لا يعد خيامك بهذا الأمر في شهر رمضان شيئا صحيحا أو قبيلا للتنفيذ. لتتمكن من تنظيم وقتك في شهر رمضان والدراسة بفعالية أكثر، حاول أخذ فترة طويلة كافية من الراحة لتساعدك بإبعاد تفكير عن الشعور بالجوع. لا تجلس على مكتبك بينما تقوم بالراحة، بل قم بتحريك جسمك وخذ بضع دقائق بعيدة تماما عن المكتب وشاشة حاسوبك. لن تشعر بتحسن فحسب، بل يساعدك هذا الأمر بالشعور بأن الوقت يمضي بشكل أسرع. رابعا،
لا تقوم بالدراسة لوحدك. يمكن للدراسة في شهر رمضان المبارك أن تكون أسهل بكثير عندما تجد صديقا أو أكثر لتشكيل معهم فريقا للدراسة، شكل مجموعة دراسية، تواصلوا مع بعضكم البعض بشكل منتظم حول الطريقة التي تدرسون فيها، وساعدوا بعضكم البعض. الدافع والدعم اللازم سيجعل ذلك الدراسة في شهر رمضان أكثر متعة وبكل تأكيد أقل تعبا. شكرا على المشاهدة.